وفاة الفنانة ماهي نور بهبوط حاد في الدورة الدموية. رحلت منذ قليل عن عالمنا الفنانة الشابة ماهي نور إثر إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية، وسط صدمة كبيرة لزملائها في الوسط الفني. على صعيد آخر، يعد مسلسل 30 ليلة وليلة آخر أعمال الفنانة ماهي نور، وآخر ما كتبته هو دعوة حلوة من أصدقائي ومن قلبكم لأني أطمع في الاستجابة، أنا محتاجاها فعلا. رمضان كريم عليكم جميعا. تصدر اسم الفنانة ماهي نور مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع البحث بجوجل عن سبب وفاتها المفاجئ وهي صائمة. وما إن سمع زملائها الفنانين بخبر وفاتها أصيبوا بصدمة كبيرة ومفاجئة، لأنها لم تعاني من أي أمراض ولم تشك من أي خطر. وعن سبب الوفاة، ذكرت وسائل الإعلام المصري أن سبب الوفاة هو إصابة الممثلة ماهي نور بهبوط حاد في الدورة الدموية.